بصراحة احنا لعبنا شوط أول أكتر ممتاز زي ما حضرتك بتقول. ماتش الشوط التاني برضو ضيعنا فرص كتير، لغاية ضربة الجزاء. هو يعني ضربة الجزاء هي نقطة التحول للمباراة، بس لعيبة النهاردة بعد الجون استعجلوا شوية وكنا عايزين نتعادل، بس الحمد لله أنا بقول لهم أنتوا أديتوا مباراة كويسة النهاردة. ويعني بصراحة بنلعب فرقة كبيرة بتلعب كرة على الأرض كويس جدا، بقول لهم هارد لك، وبقول للجمهور اللي جه النهاردة ما تزعلش، ان شاء الله اللي جاي احسن. خلاص الماتش خلص، فكر في الماتش الجاي ان شاء الله.